السلام عليكم أصدقائي، السلام عليكم معلماتي. موضوعنا في هذه الحلقة هو حقوق الطفل وواجباته. لنبدأ معا بمفهوم الطفل. الطفل لغة هو المولود ما دام ناعما. وقال ابن الهيثم: الإنسان يسمى طفلا عندما يولد من بطن أمه إلى أن يبلغ. أما علماء النفس والاجتماع فقد اتفقوا على بداية مرحلة الطفولة واختلفوا في نهايتها، فبعضهم يرى أنها تبدأ من لحظة الولادة وحتى بلوغ 12 عاما، بينما يراها بعضهم تبدأ من الميلاد وتنتهي بمرحلة البلوغ، في حين يعرف القانون الدولي الطفل من خلال اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989 بأنه الإنسان الذي لم يتجاوز 18 ولم يبلغ بعد سن الرشد. التعليم، اللعب، الصحة، الأسرة، الحماية، التعبير عن الرأي، عدم التمييز، الحياة، الغذاء، المساواة. ما هذه يا أصدقائي؟ هل هي كلها حقوق؟ سوف نجيب عن هذا التساؤل حالا. حقوق الطفل: تكفل اتفاقية حقوق الطفل لجميع الأطفال حقوقهم بغض النظر عن أي اعتبارات كالجنس أو الدين أو اللغة أو الهوية. تتمثل هذه الحقوق بالآتي: حق الطفل في التعليم، حق الطفل في العلاج والرعاية الصحية، حق الطفل في اختيار الاسم الجيد له، حق الطفل في العيش الكريم، حق الطفل في أن يكون له أصدقاء، حق الطفل في العدل بينه وبين إخوته، حق الطفل في اللعب وممارسة الرياضة، حق الطفل في النسب، حق الطفل في المحبة والرعاية، حظر تجنيد الأطفال دون 18، حق الطفل في التعبير بالرسم أو بالكلمات أو بالموسيقى، حماية الطفل من كل ما يسيء له جسديا أو معنويا. يجب أن نعلم أن حقوق الطفل الأساسية هي حصول الطفل على اسم وجنسية وتسجيله في سجل المواليد بالإضافة لتحديد جنسيته وضرورة إثبات والديه، وكذلك له الحق في الحياة والنماء. يجب على الطفل العيش والتمتع بطفولته وأن تكون له أسرة تحميه وتضمن له صحة جيدة وتوفير الغذاء. ضمان التعليم لجميع الأطفال، وذلك يجعل التعليم إلزاميا في المرحلة الابتدائية. تقديم محاولات مستمرة لجعل التعليم متاحا للجميع ومجانيا للمرحلة الثانوية. الاهتمام المستمر بالتعليم المدرسي من خلال تشجيع الأطفال على الذهاب للمدرسة بانتظام وعدم تركها لأي سبب، عدم إهانة أي طالب وبأي نوع من العقوبات، تجنب استخدام العنف ضد الطلاب، تطبيق العقوبات المناسبة لكل من يوجه الإساءة. بما أن لنا حقوقا فلنا واجبات أيضا، أليس كذلك يا أصدقائي؟ تختلف الواجبات المفروضة على الطفل حسب المرحلة العمرية التي يكون بها، فهناك واجبات للمدرسة والمنزل وكذلك الشارع. واجبات الطفل قبل الدخول المدرسي: يعيش معظم الأطفال مرحلة ما قبل المدرسة بنشاط كبير وممارسة فعاليات مختلفة، ويظن الكثير من الآباء أنه من غير المفترض توجيه أي مهام للطفل، فلا بأس بقيام الطفل ببعض المهام المنزلية مثل ترتيب أجزاء بسيطة من المنزل، فهذا ينمي لدى الطفل الحس بالمسؤولية ويكسبه بعض المهارات. وبعد الدخول المدرسي تكثر الواجبات، إليكم بعضها: طاعة الوالدين، احترام الآخر، اجتهاد في طلب العلم، تعاون في الأسرة والمشاركة في الأعمال الأسرية، معاملة أفراد الأسرة معاملة حسنة، حفاظ على النظافة الشخصية، الحرص على نظافة المكان الذي يعيش فيه، المشاركة في الأعمال التضامنية، الصدق، الأمانة، إخلاص في العمل، محبة الوطن والدفاع عنه، احترام القانون والعادات التي تعرف عليها الأفراد. إلى اللقاء أصدقائي، إلى حلقة مقبلة من قناة عولة سعد.